تشيلسي قادر ان هو يحرق اي فرقه في الكوكب ده كله لمده 45 دقيقه. 45 دقيقه ممكن يكون حطك في نص ملعبك، 45 دقيقه سكند بول واي كره ثنائيه في نص ملعب تشيلسي، تشيلسي يكون قادر ان هو يفتكها منك. تشيلسي قادر في اي 45 دقيقه ان هو يعمل عليك ضغط عالي ويمنعك ان انت تعدي في الكوره لنص ملعبه. بس ال 45 دقيقه الثانيه ممكن تعمل في تشيلسي اللي انت عايزه وانت مغمض، وممكن كمان تكسب الماتش، وممكن كمان حتى وانت 10 زي ارسنال النهارده تروح على تشيلسي كورتين تجيبهم اجوان. بسم الله الرحمن الرحيم. بتصويبة نهائية من هيكتور بيلين في الدقيقة 87 ديربي لندن المثير جدا بينتهي 2-2 علشان خاطر لا مايكل ارتيتا وارسنال يطلعوا بثلاث نقط، وكمان لا فرانك لامبرد يطلع بثلاث نقط كان هو محتاجهم في صراع المربع الذهبي. اما ارتيتا فارتيتا في المركز العاشر عنده شوية مشاكل كتير، مشاكل كتير في ان هو عايز يبني هوية وعايز يبني حاجات كتيرة قوي. هو تعلمها تحت قيادة بيب وتعلمها تحت قيادة ارسن فينجر في فرقة منظومتها الدفاعية متهالكة ومنظومتها الدفاعية اقرب للنقطة. لما النهاردة الراجل يلعب باثنين مدافع يلبسه خطا غبي لانفراد المهاجم، انفراد تامي ابراهيم، وكمان المدافع الثاني يمسك تامي ابراهيم ويستخبى في ضرب الجزاء وطرد غريب جدا، طب ما تسيبه يجيب جون يا عم، مش تخسر اي حاجه، لا انا اطرد واعمل ضرب الجزاء ويلعب ناقص 70 دقيقه. طب انت لعبت ناقص 70 دقيقه وبعدين ولا اي حاجه، هدر فضلت زي ما هي. ارسنال الشوط الاول ما كانش ليه اي 60 لازمه جوه الملعب، ارسنال الشوط الاول كان قاعد بيستقبل لعب بس. ارسنال الشوط الاول كان ناقص صنع العاب، صنع العاب كان المفروض ان هو ينزل يستلم. لما تلعب بال 4 2 3 1 بمسعود اوزيل صنع لعب، مفترض ان مسعود اوزيل ينزل لحد نص الملعب علشان خاطر يستلم منه الكره، علشان خاطر يعرف يطلع الاجنحه اذا كان مارتينيلي ناحيه الشمال ولا كمان بيبي ناحيه اليمين. اما لاجازيت فلاجازيت النهارده كان ما تقدرش تقول عليه اي حاجه غير ان هو كان واخد بريك النهارده، مباراه كده تقدر تقول ان هي واخدها اجازه وبتمشى في الملعب. والنهارده بصراحه ما فيش اي حاجه ساعدت لاجازيت، ولا في اي كوره واصله له ولا اي حاجه النهارده. برغم ان تشيلسي كان بيستقبل لعب بعد احراز الهدف الاول، بس برغم كده ان ارسنال ما عرفش ان هو يعمل فرص متاحه للتسجيل، فرص متاحه للتسجيل، لان ارسنال مش لاقي صانع اللعب بتاعه، لان مسعود اوزيل مستخبي في نص الملعب ومسعود اوزيل عنده مشاكل كتيره قوي، وانت بتلعب كامل العدد، فتخيل بقى وانت بتلعب ناقص العدد. فالشوط الاول بيطلع وانت خسران واحد. بعد الشوط الاول ما خلص كنت بسال نفسي ارتيتا هيعمل ايه؟ ارتيتا ايه الحاجه اللي قدامه؟ هو مسعود اوزيل صح، لازم يغير مسعود اوزيل حتى لو هيعمل اي حاجه غلط. روب هولدنج او ماتيو جاندوزي، ماتيو جاندوزي مكان مسعود اوزيل كانت تجربه ممتازه، تجربه ممتازه، خصوصا ان انت بتكمل بنفس الطريقه وتحط واحد جراي جنب توريرا، اللي توريرا اتنفخ الشوط الاول انه كان جنب مسعود اوزيل، واوزيل في الوجبات الدفاعيه ما بيعملش اي حاجه، فهو كان مجبر ان هو ينزل واحد جنب توريرا يجري كتير، وده كان موجود في ماتيو جاندوزي. وكمان اللي ساعدك ان تشيلسي بدا يرجع لورا، ولما تشيلسي بدا يرجع لورا استقبل الهدف الاول. بعد استقبال الهدف الاول فرانك لامبرد قال لك بس احنا بيلعبوا ناقصين، احنا لازم نغير، وراح ننزل روس باركلي. طيب احنا لازم نغير تاني، طيب وبعدين هم زي ما هم. بعد كده بتلاقي ان دفاع ارسنال كالعاده بيلبس جون من كره ثابته، كالعاده الكره الثابته في ارسنال ممكن تلاقي كل اللعيبه بيقولوا لبعض نروح نمسك ده، ومع ذلك تلاقي ان الشخص ده هو اللي جاب الجون، وكل واحد فيهم بيدور هو مين اللي كان معاه. طيب يعني بعد الهدف ما جه كلهم قاعدين يبصوا لبعض، هو مين اللي كان ماسك، مين اللي كان ماسك اسبليكويت؟ طب ما بس عادي دخلت جون، نسكت على كده والماتش يخلص على كده. لا، هيكتور بيلين بيلعب واحده ما بيلعبهاش في مسيرته الا كل سنتين ثلاثه مره، وتروح في البعيده خالص لكبه على زبجاله، والمباراه تنتهي 2-2، 2-2 وتعادل مثير جدا، تعادل مثير. تشيلسي بيخسروا بحق الافضليه، افضليه الملعب، وافضليه ان انت بتلعب 11 قدام 10، وافضليه ان انت بتلعب من غير اوباميانج كمان. يعني ارسنال من غير اوباميانج ممكن ما يعملش اي فرص للتسجيل، الفرص اللي ممكن يعملها التسجيل ممكن تكون حاجات صدفه. ارسنال النهارده كان ارض للصدف، ارض للصدف دي ساعدته، لان زي ما قلت لك الجول الثاني بتاع هيكتور بلينين ده ما بيتعملش غير كل سنتين ثلاثه مره، فحظ فرانك لامبرد ان هو جه فيه النهارده. اما فرانك لامبرد ففي مشاكل كتيرة قوي. هو انت عايز تلعب ايه؟ عايز تلعب 3 ورا ولا عايز تلعب الاربعة؟ طب عايز تلعب الثلاثة ورا ليه؟ يعني ليه رجعت للاربعة؟ طب عايز تلعب للاربعة، طب فين ميسون مونت؟ يعني هو ميسون مونت في ماتشات كان بيبدأ على اساسه كان بيبقى ممتاز، كنت بتلعب بيه ناحية الشمال او ناحية اليمين، او كمان كنت بتلعب بيه كصانع العاب صريح. لا، انت بتلعب دلوقتي بنفس اسلوب ماوريسيو ساري اللي هو ال 4 3 3، وتدي وجبات هجوميه لنجولو كانتي، والوجبات الهجوميه بتاعت نجولو كانتي بدات تبقى ممتازه، وكانتي فعلا بدا ان هو يروح للمناطق العاميه بالنسبه للمنافسين والمناطق اللي هي في ورا المدافعين، فنجولو كانتي بدا يتعلمها. بس ده برضو شغل ماوريسيو ساري،
هو فعلا شغل سهل، بس انا عارف ان احنا كلنا بنحب فرانكي، بس فعلا فرانكي لسه مدورش على حاجه لشخصيته هو كمدرب، حاجه تميز فرانك لامبرد كمدرب. فرانك لامبرد حاول ان هو يرجع يلعب بالثلاثه ورا بتاع كونتي، لا فيها مشاكل، الثلاثه اللي في نص، الثلاثه الديفنس مش هم نفس الثلاثه الديفنس الاقوياء اللي هم هيشيلوا لك الطريقه بتاعتك. جرب ان هو يلعب الاربعه ثلاثه ثلاثه، نص الملعب بتاعه بيخونه في الشوط الثاني، ففي مشاكل كتير قوي في تشيلسي. وكمان المهاجمين، يعني انت مفترض ان انت ويليان ده لاعب مزاجنجي غريب، ممكن يشيلك النهارده ويكون احسن واحد في الماتش، والماتش اللي بعده يكون اوسع واحد في الملعب. ها؟ عادي جدا. فين بيدرو بقى؟ لا بيدرو مش موجود، بيدرو مستنيين اي نادي يشيله في يناير. وكمان باتشواي لما نزل النهارده، باتشواي في ماتشات بينزل فيها بيكون خطر جدا حتى لما بيلعب دقيقتين، النهارده كان سيء ما تعرفش في ايه. يعني هم بيلعبوا ديربي لندن، تلاقي ان اللعيبه اتغيرت. مباراه النهارده تقدر تقول ان ارسنال ما كانش يستحق التعادل، بس لعيبه ارسنال كانوا رجاله النهارده في حاله مثيره وحاله جديده. ارسنال النهارده كان بيدور على ان هو يطلع ما يخسرش. ارسنال لسه نفس الكلام بتاع ارتيتا، وارتيتا ما بياخدش نقط وارتيتا ما بيكسبش. لا هو انت فاهم ان لو ارتيتا جه وغير الفرقه دي، لا هو مش ساحر، هي الفرقه دي فيها مشاكل واللعيبه دي فيها مشاكل كتيره قوي ممكن تخليك ان انت تكره التدريب وتكره كل حاجه في حياتك، خصوصا لما يبقى عندك اتنين مساكين زي ديفيد لويس وشكور ده مصطفي، وكمان لما بتعمل تحسينات بتلاقي ان انت حاطط ديفيد لويس وكمان جنبه سقراطيس. النهارده لما روب هولدنج نزل شويه بدانا نشوف مساك عنده شويه عقل، يعني شويه بس، يعني هو الراجل مش فشيخ بس هو راجل طبيعي، وبالنسبه لطبيعي في ارسنال دي حاجه بتاعت ربنا الحمد لله ده اخره بركه. اما المنظومه الدفاعيه بتاعت تشيلسي فاوسخ من ارسنال بكتير، يعني سيبك من كريستيانسن ده اساسا ممكن يلعب باليه مائي، ده ما يلعب، ده مش مساخ خالص. وكمان روديجر في الكرات العاليه ممتاز، انما في الكرات اللي على الارض عنده مشاكل كتير. ممكن تكون الحالات بتاع مباراه النهارده ما تحتش ان انت تشوف المشاكل اللي في دفاع تشيلسي، لان زي ما قلت لك ارسنال راح كورتين جابهم، غير كده مفيش. مباراة النهارده تقدر تقول كده ان هي حبه تودي القسمه العادله، القسمه العادله ان هما الاثنين يطلعوا بنقطه، والقسمه العادله ان انت تلاقي اخر الموسم فرانك لامبرد مكمل زي ما هو، الراجل شغال حلو قوي في دوري الابطال، الراجل كمان ماخد مركز رابع بلعيبه متاحه حاليا وبعدم وجود صفقات. اما ارتيتا فزي ما قلت لك ارتيتا فيه شويه مشاكل كتير قوي قدامه في ارسنال، شويه مشاكل كتير قوي بتتمركز في ان انت محتاج تعمل تدعيمات واداره ما بتصرفش. حاجات عكس بعض يعني. ارسنال ممكن تشوف حاجات غريبه جدا، ممكن تشوف ان في مدرب عايز يشتري لعيبه كلاس اي وهم يقولوا لا خد كلاس سي، ولا مو ولا لا طلع من الاكاديميه. بص هو انت ارسنال ممكن تلاقي حاجه، فهو الراجل النهارده كان بيلعب بواكو ساكا ناحيه الشمال، كان مضطر بعد كده فجاه راح بقى مجبر ان هو يلعب تشاكا مساك شمال. هو في ارسنال ممكن تلاقي العجب، ففكره ان انت تخلي مدرب فاشل عشان خاطر ما حققش نتائج في ماتش او ماتشين، لا يابا انت في ارسنال انت مش محتاج مدرب، انت محتاج ساحر، انت محتاج سحر الفرعون كلهم يجوا لك ارسنال علشان خاطر ياخدوا مركز باللعيبه دي والفرقه دي. فكل ده اللي كان عندنا النهارده، كانت مباراه لطيفه وظريفه جدا ومثيره في الشوط الثاني، مثيره كده مره واحده لقيت ان الماتش بقى مثير، الماتش بقى مثير ليه؟ لقيت تشيلسي اكتشفوا ان ارسنال بيلعب 10 وان هم هيطلعوا بنقطه معانا، طب وانتوا كنتوا فين يا رجاله؟ ما تعرفش بس عادي، يعني هما بيتغفلوا علشان خاطر هما يتغفلوا، فلازم اي حد يطلع يتكلم، وبان انا اتكلم بس مش خسر حاجه لو عملت لايك او عملت سبسكرايب. شكرا، انا كملت الفيديو لاخره.